ما هو التوقيت الذي يكون فيه رب العالمين سبحانه وتعالى قريب منا جدا؟ وما هو أفضل وقت لاستجابة الدعاء؟ ما معنى ينزل ربنا تبارك وتعالى؟ وما هو الهدف من نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، أنا لدي حديث عظيم جدا معظمنا يغفل عنه الآن. هناك وقت محدد كل يوم، يعني كل 24 ساعة هناك توقيت الله سبحانه وتعالى يكون قريب منا جدا. للأسف معظم الناس في هذا التوقيت بالذات يكونون في حالة غفلة ولهو، وعلى الموبايلات، وعلى طبعا على مواقع الضحك والسخرية والأغاني وغير ذلك. والله تعالى يطلب منا أن نسأله ليعطينا، هو الذي يطلب منا أن ندعوه. أنا أود أن أتأمل معكم أولا هذا الحديث العظيم، ثم نتدبر هذا الحديث ونرد على المشككين أيضا أنه كيف ينزل الله. سنفهم هذا المعنى العجيب جدا أيها الأحبة، ولكن دعوني أقرأ هذا الحديث لنتأمل ونتدبر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. طبعا هذا الحديث متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. أيها الأحبة، أنا أريد أن أتأمل هذا التعبير العجيب الذي شكك فيه الملحدون، وللأسف بعض المسلمين أنكر هذا الحديث لأنهم لم يستوعبوا هذا المعنى. ما معنى ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا؟ والسماء الدنيا أيها الأحبة، ما هي حدود السماء الدنيا أولا، يعني قبل أن نتأمل الحديث؟ العرب تقول: كل ما علاك فهو سمك. يعني أنا من فوق رأسي إلى أبعد مجرة هذه هي السماء الدنيا، لأن الله تعالى يقول: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة. إذن كل هذه النجوم والمجرات، ومنها مجرات تبعد أكثر من 13 مليار سنة ضوئية، تصور هذه المسافات الهائلة لا يتخيلها عقل. كل هذا هو السماء الدنيا، من فوق رأسك إلى هذه المسافات الهائلة، وفي كل الاتجاهات طبعا. طيب لماذا قال ينزل ربنا تبارك وتعالى؟ طبعا البعض قال يعني ينزل نزولا يليق به عز وجل، وهناك طبعا من قال: لا، الله لا ينزل، الله موجود على العرش، ولكن هذا تعبير مجازي. طبعا أيها الأحبة، نحن لا نريد أن نخوض في مسائل العقيدة والخلافات هذه، نحن نريد أن نفهم هذا الحديث فهما بسيطا. الكون كله، أول شيء يجب أن تضع في رأسك أخي الحبيب، كل هذه المليارات، مئات المليارات من المجرات في الكون، وكل مجرة فيها مئات المليارات من النجوم، وكل نجم قد يكون أكبر من شمسنا، وهناك مليارات ومليارات ومليارات من الكواكب ومن الدخان الكوني. كل هذا الكون لا يساوي ذرة أمام عظمة الخالق، بل هو أقل، لأن الله هو الذي خلقه، يعني لا يساوي شيئا. فأولا يعني عندما نقول ينزل ربنا تبارك وتعالى، لا تتخيل أن الله هو جسم أو هو كائن له أبعاد، هو الذي خلق الأبعاد، أو
تتحكم به قوى الجاذبية مثلا، هو الذي خلق الجاذبية، وهو الذي خلق الأرض، هو الذي خلق الكون، فهو أكبر من أي شيء تتصورون. لذلك أنا عندما أقول ينزل ربنا، يجب ألا يذهب ذهني إلى كائن ينزل ويصعد، لا أحبتي في الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يجب أن يذهب ذهني إلى المعنى الذي أراده الله. لماذا أراد النبي أن يعبر بهذا التعبير؟ حتى نفهم ذلك أحبتي في الله، يجب أن نستعين بأمثلة. الملك من البشر يلجأ إليه الناس، يقفون ببابه، ودرجة القرب من باب الملك تكون حسب درجة أهمية الشخص، يعني الوزراء والمسؤولون وكذا يكونون من ضمن حاشية الملك في الداخل، والحاشية الخاصة هي فوقهم مقربة من الملك. وبعد ذلك هنا يعني الإنسان العادي يكون آخر شيء غير مرئي، ولا أحد ينتبه له ولا أحد يأبه به. النبي أراد أن يعطينا معنى، يعني معنى جميل لطيف نتلذذ بمعرفته. أيها الأحبة، أنت عندما يكون لك حاجة عند ملك من ملوك الأرض أو عند إنسان كبير، وهذا الملك بعيد عنك جدا، تصور أنه لو قال لك اكتب حاجتك وأرسلها بالبريد مثلا، ولا شيء، قد يرد قد لا يرد، قد تصل الرسالة قد لا تصل. ولكن عندما يقول لك هذا الملك ابقى في مكانك وأنا سآتي لعندك، أنا سأنزل لعندك، هل هناك فرق؟ طبعا كبير جدا. الملك، هذا الملك الذي حوله الحاشية وهو على عرشه وهو كذا ولديه المليارات ولديه كل هذه، طيب يأتي لعندي أنا الإنسان البسيط، ما هو إحساسك أخي الحبيب عندما تشعر بأن ملكا من ملوك الأرض جاء إلى عندك، نزل إلى عندك؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام هنا لا يقصد النزول المادي، الصورة المادية، لأن الله ليس مادة، ليس شيء ملموس، تعالى الله عن ذلك. أراد أن يزرع في أذهاننا أن الله عز وجل رؤوف ورحيم ومحب لعباده. لأنك عندما ملك من ملوك الأرض يخاطبك ويقول لك أنا سآتي لعندك، أنا سأنزل لعندك، مباشرة ستقول هذا الملك إنسان طيب، إنسان رحيم، إنسان يشعر بي، إنسان يحبني، يريد أن يكرمني. هذه المعاني أخي الحبيب، ولله المثل الأعلى، أراد النبي أن نزرعها في داخلنا. يعني عندما تقرأ هذا الحديث ينزل ربنا، أو عندما تكون في الثلث الأخير من الليل، طبعا الليل ممتد من بعد العشاء إلى أذان الفجر، يعني لو فرضنا مثلا أن الليل يساوي مثلا في بلد ما 9 ساعات مثلا، يعني أو 6 ساعات مثلا حسب الصيف والشتاء. إذا كان الليل يساوي 6 ساعات، آخر ساعتين تسبقان الفجر، قبل الفجر بساعتين، هذا هو الثلث الأخير من الليل، ساعتين فقط، الملك يكون قريبا منك، وهو الذي يطلب منك. يعني تصور أخي الحبيب أنك عندما تلهث وراء حاجتك ولا أحد يرد عليك، ثم فجأة يأتيك شخص هو المسؤول الذي سيلبي أو يقضي هذه الحاجة، ويأتي إلى بيتك ويقول لك اطلب ما تشاء. يعني تصور الفرق بين هذه الصورة وهذه الصورة. الصورة الأولى أنك تسعى وتلهث ولا أحد يرد عليك، الشخص الذي سيقضي حاجتك بعيد جدا عنك. والصورة الثانية أنه هو الذي جاء لعندك. فالنبي أراد أن يعطينا رسالتين هنا أيها الأحبة.
أن هذا الإله الرحيم قريب منا، هو الذي يأتي ليطلب منا أن نسأله. سبحان الله، يعني أي رحمة هذه؟ والله أنا عقلي يتوقف حقيقة. يعني نحن البشر الضعفاء، إذا جاءنا فقير ربما نرفض أن ندخله إلى بيوتنا، نتركه في الشارع ونرمي له بعض الفتات، هكذا معظم الناس يفعلون. طيب كيف بملك الملوك يأتي لعندك؟ ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، وقلنا السماء الدنيا تمتد من عندي، من هنا، من فوق سطح الكرة الأرضية إلى حدود السماء الدنيا، ثم هناك 6 سماوات بعدها لم يكتشفها العلم، كل الاكتشافات العلمية هي داخل السماء الدنيا، لأن النجوم والمجرات كلها تقع داخل السماء الدنيا، وحتى الآن نحن لم نكتشف علميا ماذا يوجد بعد هذه النجوم، لم يكتشف العلماء. إذن في الثلث الأخير أخي الحبيب، انتبه كل يوم، انتبه 2 ساعة تقريبا قبل الصبح أو أكثر حسب توقيت كما قلنا. هذا التوقيت يجب أن تتخيل أن الله قريب منك، وأن الله هو الذي يطلب منك: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. طيب أطلب حاجتك، الملك قريب منك جدا، وهو أقرب إليك من نفسك. فيجب أن تضع هذه الصورة أخي الحبيب. فهذا الملك الذي، يعني الملك من البشر، نعود فقط لنوضح الصورة، الملك من البشر الذي جاء لعندك ل يعني دليل اهتمام بك، صح؟ يعني عندما تقول أنت فلان زارني، فلان غني من الأغنياء أو أحد المشهورين أو أحد، تقول زارني، دليل أنه مهتم بك. فالنبي أراد أن يعطينا رسالة أن الله مهتم بنا. طبعا ولله المثل الأعلى، الله أعلم بحالنا، الله رحيم بنا. هذه الكلمات نقولها على سبيل فقط لنفهم الصورة يعني. طيب لماذا لا نسأل الله في هذا التوقيت؟ للأسف معظمنا يغفل. طيب أنا أدلكم أيها الأحبة على شيء تفعلونه في هذا الثلث الأخير من الليل، أن تذكر الله، وأفضل الذكر هو القرآن الكريم، يعني أعلى أنواع الذكر هو القرآن، لأن الله سمى القرآن ذكرا. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اقرأ القرآن كل يوم ساعة قبيل الصبح أو نصف ساعة، يعني ولو حتى آية، المهم ألا تحرم نفسك من هذا التوقيت أخي الحبيب. بقي شيء أريد أن أوضحه، أن هناك بعض الملحدين قالوا إن الأرض عبارة عن كرة، الأرض كروية. طيب الله نزل هنا، كيف سينزل هنا؟ يعني هؤلاء تفكيرهم محدود. قلنا إن الأرض والسماوات والكون لا يساوي شيئا أمام الله. ثم إن الله ليس كائن حي، قلنا ينزل هنا، فإذا نزل هنا لا يستطيع أن ينزل من الطرف الآخر، وكأنه يعني كأنك تتخيل إنسان ولكن حجمه كبير، هذه الصورة غير صحيحة. الله موجود في كونه، وهو معكم أينما كنتم، موجود بعلمه، برحمته، بفضله، بكرمه. لذلك أحبتي في الله، لا تغفلوا عن هذه السويعات القليلة قبيل الفجر كل يوم، لأنها ستكون حسرة على من يعني يفوت هذا الوقت، وعلى من لا يستغل هذا الوقت، ولو بدعاء، يعني كل يوم ولو دعاء، ادعو ما تشاء، قل يا رب إذا كنت مريض ادعو الله بالشفاء، إذا كان لديك حاجة عند الله قبيل الفجر، احرص على هذا النظام اليومي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، إنه عليم حكيم مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.